لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويدف ويكف يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النواة ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وسط، لكن إن لم يصلي مسلم ما أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم. ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدئ أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذا باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه، وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين وإيش والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدئ. ثم هنا لابد من بحث، يجب أن نعرف من هو المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟
إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا فلا بد من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل. ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدئا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى. لا. إذن من هو المبتدئ؟ الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعته. حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم. أنا أقول من عندي. الله أعلم. الله أعلم. أما أنت ماذا تقول؟ فقل ما عندك. لا أقول كما قلت يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إذن ما هو الأصل في هؤلاء؟ الإسلام أم الكفر؟ الإسلام. طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذن انتهت القضية. فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون. السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم.